الأستاذ عبد العزيز الحياني يعمل موجها لدى مكتب التربية والتعليم. استلم راتبه اليوم الذي أصبح ضمانا اجتماعيا كما يقول. استلمنا ما يسمى بالضمان الاجتماعي وليس بالراتب، لأنه أصبح يستحي الإنسان أن يقول أنه موظف. الحقيقة راتب لا يكفي حتى إيجار، إيش من راتب يعني؟ حقيقة مأساة، مأساة بمعنى الكلمة المعنى بالنسبة للموظفين. موظف لا يستطيع يعني يفعل شيء بالراتب. أصبح الراتب من عدمه سواء، بل أكثر يوم هم يوم استلام الراتب. لمن تعطي؟ لصاحب البقالة أو تعطي لصاحب الدين أو تعطي للمؤجر؟ يعني الراتب يعتبر الآن أصبح لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لم ننتظره كثيرا، يعني لأنه لا يفي بالحد الأدنى لمقومات الحياة. قبل أن تبدأ هذه الحرب يعني كان ما يعادل رواتبنا تقريبا 400 دولار، الآن لا يصل 80 دولار، يعني ما يعني رواتبنا شيء، لا يفي بالحد الأدنى. يعني اليوم ارتفعت الإيجارات، ارتفعت المواد الغذائية، ارتفع كل شيء في شؤون الحياة، فأصبح لا يفي شيء. ومع ذلك حتى هذا الراتب البسيط الذي لا يفي بشيء لا يأتي بوقته المناسب. رواتب الموظفين كل شهر تتفتت وتتقزم، بينما كل شيء بالبلد يكبر ويتغول، حتى أصبح لا يفي بإيجار البيت ناهيك عن بقية المتطلبات. وصار موظفو الحكومة اليمنية مستحقون للصدقة. نحن تعودنا أن نستلم مرتباتنا في العشرينات، الآن مرتبات تصرف يعني ب7 أيام، ب8 أيام، ب10 أيام بالشهر القادم، ورغم أن هذا المرتب لا يفي بشيء. يعني أنت ربما تحدثنا جانبا عن موضوع إيجارة المنازل وارتفاعها، وأن الراتب لا يكفي المعلم إيجار المنزل، فما بالك من مصاريف بيوت، ما بالك وخاصة في رمضان، ما بالك والأطفال الذين يمرضون، ما بالك أمور كثيرة الحقيقة أصبحت على كاهل المعلم، لا يستطيع المعلم أن يجاوب. ولذلك هذا يعكس نفسه أيضا على أداء المعلم في مثل هذه الظروف. تحتاج المرتبات إلى مراجعة حكومية وضغط من النقابات، فالعيشة براتب 60,000 أو ما يزيد قليلا أصبحت لا تطاق، ولا يطلق على من يستلمها موظف.